Question number 5 عاوزين نشوف ازاي نقدر نقرا الفراكشن اللي موجود قدامنا. فانا عندي هنا how many shaded parts. اول حاجة هنعدهم. يبقى انا عندي 1 2 3 4 يبقى انا عندي 4 parts. out of محدش يقول لي ان احنا هنعد ال unshaded part بس. لا ده انا بعد كل ال parts الموجودة لان انا عندي هنا 4 parts out of 1 2 3 4 5 6 يبقى انا عندي 4 out of 6. لو حبينا نقرا الفراكشن ده فبنقول 4 out of 6. طب لو حبينا ان احنا نكتب بنكتب 4 6. يبقى اللي حصل ان انا كتبت النيميريتور زي ما هو الدينيميناتور زودت له تي اتش اس. طب تعالى نشوف ده مع بعض. انا عندي هنا 3 بارت شيدد 1 2 3 بنقول له هنا عندي 3 out of نعد البارتس كلها 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى اسمه 3 out of 8. طيب لما نحب نكتب الفراكشن ده نكتب 3 8 زي ما اتفقنا بكتب النيميريتور زي ما هو من غير اي تغيير انما الدينيميناتور بزود في الاخر تي اتش اس. طب ال 8 انتهت عندنا بتي فبقول له 8 بشيل التي ما بكررهاش تاني. طيب تعالى نشوف نمبر 7. انا عندي 2 بارتس بس هم اللي اتظللوا فيبقى انا عندي هنا 2 اوت اوف 1 2 3 4 5 6 7 فيبقى انا عندي 2 اوت اوف 7 2 بارتس اوت اوف 7 or 2 over 7. طب نكتبها ازاي؟ نكتبها 2 7th. كتبت ال 2 زي ما هي ال 7 زودت لها في الاخر THS فمعنى كده ان اي حاجة فيها THS معروفة ان هي مكتوبة في الدينيمينيتور مكتوبة تحت. عندي question number 8 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي هنا 5 بارتس out of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى انا عندي 5 out of 10. 5 out of 10 اللي انا بكتبها 5 10th. كتبنا ال 5 زي ما هي ال 10 كتبتها والزياده تي اتش اس. يبقى الفرق عندي في اي فراكشن لما باجي اكتبه بكتب النيميريتور زي ما هو الدينيميناتور بنزود له تي اتش اس. يبقى انا عندي 4 6 3 8 2 7 5 10